بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 68 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل أبو أسامة يقول: فضيلة الشيخ، نقرأ في التشهد الأخير ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ما هي فتنة المحيا والممات، ومن هو المسيح الدجال، وما صفته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير قبل السلام بالاستعاذة من أربع: من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الأمر الاستحباب، فهو سنة مؤكدة، وذلك لأهمية هذه الأربع وخطورتها. وفتنة المحيا معناها ما يعرض للإنسان في حياته من الفتن الشديدة والابتلاءات التي تنقص دينه أو قد يتخلى عن دينه بسببها. الفتن خطرها شديد، فالمال فتنة، والأولاد فتنة، والناس فتنة، والحوادث التي تحدث وفيها ما يؤثر على الإنسان، كل هذه فتن عظيمة أخشى على الإنسان منها، لأن الإنسان عرضة للفتن والتأثر بها، وقد يتخلى عن دينه. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فما دام الإنسان على قيد الحياة فهو معرض للفتن، فهو يسأل الله السلامة منه. وأما فتنة الممات فإنه يفتن عند الاحتضار، ويأتيه الشيطان ويزين له الموت على الكفر، فهو يستعيذ بالله من فتنة الشيطان عند الموت، فقد يموت على غير الإسلام. وأما فتنة المسيح الدجال فهي من علامات الساعة الكبار، ظهور المسيح الدجال الكذاب الذي يأتي معه بفتن عظيمة وخوارق شيطانية كثيرة، تؤثر على كثير من الناس، ويدعي أنه الله، أنه الرب، وغير ذلك من فتنه العظيمة، فيهلك بسببه عالم كثير إلا من ثبته الله على الدين. ففتنته فتنة عظيمة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا حذر أمته من الدجال. وكان أشدهم تحذيرا من الدجال هو نبينا صلى الله عليه وسلم لقرب وقته منه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. له سؤال آخر فضيلة الشيخ، يقول: ظهر في الآونة الأخيرة أنواع من الجوالات يحفظ فيها القرآن الكريم، وجوالات أخرى يقرأ فيها القرآن الكريم، فما حكم دخول دورات المياه بهذه الجوالات وفيها آيات تتلى؟ هذا الجوال الذي سجل فيه أو الشريط المسجل فيه ليس له حكم المصحف، المصحف لا يجوز دخول دورة المياه به. وأما تسجيلات في الجوال أو في غيره، أو الكتابة العارضة في شاشة الجوال، هذا ليس له حكم المصحف، لا يأخذ حكم المصحف. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت أم سامي تقول: بالنسبة للأطفال الصغار عند تنظيفهم من النجاسات، والمرأة متوضئة
هل تعيد الوضوء مرة أخرى؟ لا تعيد الوضوء مرة أخرى، ولكن إذا لمست نجاسة فإنها تغسل يدها حتى تطهرها من النجاسة، وإذا لمست فرج الطفل القبل أو الدبر مباشرة من غير حائل انتقض وضوءها، أما غير ذلك فإنها لا ينتقض وضوءها ولكن تغسل النجاسة. نعم. الأخ السائل أبو محمد يقول: في سنوات مضت كان عمري 17 سنة، توفي معي أخي وبنت أختي إثر انقلاب سيارتنا، وسلمت أنا ولم أصم ولم أدفع كفارة، والآن عمري تجاوز 50، هل علي صيام من في هذه السنوات؟ إذا كان الحادث بسببك أنت متسبب في الحادث ولو بنسبة قليلة، ولو 1% متسبب ومفرط، إن عليك الكفارة عن كل نفس صيام شهرين متتابعين. أما إذا كان الحادث لم يكن لك فيه تسبب وإنما هو قضاء وقدر محض، ليس عليك شيء. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أبو مراد يقول: فضيلة الشيخ، ما المراد من تغيير الرداء في صلاة الاستسقاء؟ وهل يجزي الشماغ أو ما يكون على الرأس من غترة وغيرها؟ الحكمة والله أعلم في قلب الرداء لأجل أن يتحول الحال من الجذب إلى المطر والخصب، فهو تفاؤل بتغير الحال والتوبة إلى الله عز وجل، أن الإنسان يتغير حاله من الذنب إلى التوبة، ويتغير حال الواقع من الجذب وانحباس المطر إلى الخصب وهطول الأمطار. وعلى كل حال هذا سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة، ونحن نفعله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لم نعلم الحكمة. والرداء يقوم مقامها البشت مثلا، وما يطرح على الكتفين ويلبس على الكتفين ما يشابه الرداء، وأما الشماغ الذي على الرأس أو الغترة فهذه ليست برداء، يعني غطاء الرأس وعمامة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت لام ميم سين تقول: فضيلة الشيخ، هل رؤية الرسول في المنام بالنسبة للرجل أو المرأة دليل على صلاح هذا الرجل، وهل يرجى له خير؟ رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام ممكنة، ولكن لمن يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتشبه به. وأما من لا يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم فقد يأتيه الشيطان يتصور له ويقول: أنا رسول الله، يضله عن سبيل الله. فالرؤية الصحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون لمن يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، إما برؤيته وفي حياته، وإما بمعرفة صفاته الفارقة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على خير على حسب حال الإنسان وإيمانه. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت لام ميم سين من أسئلتها تقول: فضيلة الشيخ، اعتدت عند الوضوء أقول في نفسي: يا مبيض الوجوه بيض وجهي وقلبي وجسمي وأطرافي في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلني آخذا كتابي بيميني وليس في شمالي، عندما أغسل الرجلان أقول: اللهم ثبت قدمي على الصراط، عندما تزل الأقدام، هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح ولا مشروع. الأدعية عند غسل أعضاء الوضوء بدعة. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فاترك هذا، إنما المشروع البسملة عند بداية الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وإذا فرغ من الوضوء فإنه يرفع بصره إلى السماء ويشير بسبابته ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والحكمة في ذلك والله أعلم من أجل أن يجمع بين الطهارتين: الطهارة من الحدث بالماء، والطهارة من الشرك بالتوحيد والشهادتين. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
أبو إبراهيم أرسل برسالة يقول: فضيلة الشيخ، متى يلجأ الرجل إلى التعدد في الزواج؟ وما حكم التعدد في وقتنا الحاضر؟ وهل كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تعدد؟ الله جل وعلا قال: فإن خفتم ألا، قال سبحانه وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. الذي يقدر على العدل بين الزوجات في الإنفاق وفي السكن وفي الكسوة وفي المبيت له أن يعدد الزوجات، هذا مما أباحه الله له. والذي لا يقدر على العدل أو لا يأمن نفسه على من الحيف في هذه الأمور ولا يقوم بالعدل، يجوز له أن يعدل، أن هذا يكون ظلما للنساء. إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقد حصل التعدد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له صلى الله عليه وسلم 9 زوجات، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أما نحن فلنا 4 زوجات كما في القرآن الكريم. وكانوا في الجاهلية يعددون بلا حد، فجاء الإسلام وحدد التعدد إلى 4 زوجات بشرط القيام بالعدل بين النساء. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. من الدمام السائل علي يقول: ما فضل الوضوء؟ وهل لابد أن يكون الإنسان في يومه على وضوء؟ الوضوء له فضل عظيم. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا مخجلين من آثار الوضوء. الوضوء عبادة عظيمة وفيه أجر عظيم، وبه يحصل تكفير السيئات التي فعلها بأعضائه كما جاء في الحديث، وفيه فضل عظيم. وكل ما كان الإنسان على وضوء فهو أفضل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت سلمى تقول: بالنسبة للتكبير في العشرة فضيلة الشيخ، متى يبدأ وقته ومتى ينتهي؟ وأيضا هل المرأة مثل الرجل في التكبير وترفع الصوت في هذا التكبير في هذه الأيام؟ التكبير في العشر ذي الحجة وفي أيام التشريق أمر مشروع، وهو من أفضل الأعمال، ويبدأ بدخول 10 ذي الحجة إلى يوم عرفة بالنسبة لغير الحاج. أما بالنسبة لغير الحاج، يبدأ التكبير المطلق في حقه من دخول الشهر إلى فجر يوم عرفة، ثم يبدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات، هذا في حق غير الحاج. أما الحاج فإن التكبير المقيد يبدأ بظهر يوم النحر وينتهي بآخر أيام التشريق، أو المقيد بأدبار الصلوات. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. الأخت التي رمزت اسمها بألف ألف جيم تقول بأنها نذرت بأنها لا تركب مع والدها في سيارته، وخصوصا إذا سافروا جميعا مع العائلة إلى القصيم، لأنه يسرع بالسواقة سرعة جنونية. هل علي شيء في هذا النذر، مع العلم بأنني سوف أسافر في الأسبوع القادم؟ جزاكم الله خيرا. وما نصيحتكم أيضا للسائقين في هذه السرعة الجنونية؟ نصيحتنا لهذا الوالد ولغيره من السائقين أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يسرعوا في القيادة، لأن هذا سبب للحوادث وضياع الأنفس. في المسألة السائق عليه مسؤولية عظيمة، لأنه يحمل معه نفسه وأنفسا كثيرة، فيحافظ عليها ولا يتسبب في الحوادث بأن يسوق السيارة وهو لا يحسن القيادة، أو يسرع في القيادة أكثر من الحد المسموح، أو يسوق وهو نايم فيه نوم يراوده النوم، أو غير ذلك من أسباب الحوادث. عليه أن يتقي أسباب الحوادث، أو يكون في السيارة خلل ولا يتفقدها ولا يصلحها. هذه نصيحتنا لجميع السائقين. وأما بالنسبة لما حصل منك من أنك نذرت ألا تركبي مع والدك بأنه يسرع، فعلى الوالد ألا يسرع. وأما أنت فعليك كفارة يمين، كفيل كفارة يمين
تركبين معه. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذه أروى تقول: فضيلة الشيخ صالح، ما رأيكم وحكم الشرع في نظركم في الإسلام في البنات والأولاد الأشقاء الذي يطرد بعضهم بعض ويحدثون المشاكل فيما بينهم بعد وفاة والدهم؟ الأم المسكينة معهم في البيت، يدخلون عليها الغموم والهموم من هذه المشاجرات ومن هذه النزاعات فيما بينهم. عليهم أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم. قال تعالى: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إصلاح ذات البين مطلقا حتى مع الناس أمر مطلوب، فيه أجر عظيم، فلا سيما بين الأقارب وبين ذوي الأرحام. على هؤلاء أن يتقوا الله وأن يصلحوا ذات بينهم ويصلوا أرحامهم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل للبرنامج يقول: فضيلة الشيخ، أنا أعمل في شركة للعطور والورود، وهذه الشركة يوجد بها نسبة متفاوتة من الكحول ما بين 10 إلى 5، هل يجوز لي أن أستمر فيها علما بأنني إن شاء الله عازم على الحج؟ الكحول هي الخمر، الكحول هي الخمر، ولا يجوز خلطها مع الطيب ولا مع الأدوية لأنها محرمة، وقليلها حرام مثل كثيرها. فإذا وجدت الكحول وصار هذا الطيب يسكر بسببها فإنه لا يجوز بيعه لأنه خمر، ولا يجوز لك أنت أن تتعاون مع من يبيعه تقدمه للناس. أما إذا استهلك هذه الكحول، استهلكت وصار لا تسكر ولا أثر لها في ما خلطت معه، فإنها ذهبت ويجوز بيع الطيب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: توفي لي جدي يرحمه الله بعد الظهر بساعة، فاستعجلنا بتغسيله وتكفينه ودفء الصلاة عليه بعد العصر، هل نكون آثمين لأننا لم ننتظر حتى يأتي الأقارب ولكننا أخذنا بالقول إكرام الميت دفنه؟ ما صحة هذه العبارة أيضا مأجورين؟ لا شك أن الإسراع بالميت والإسراع بتجهيزه ونقله إلى قبره أن هذا أصلح للميت، وهذا هو السنة. لا يجوز تأخيره إلا لغرض من الأغراض، منها حضور الأقارب يصلوا عليه ويدعو له، ولكن أنتم فعلتم غير الأفضل. الأفضل أن تنتظروا أقاربه، والزمن اليسير في الانتظار لا يضر، فأنتم فعلتم غير الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما هو النصاب الواجب في الأوراق النقدية إذا حال عليه الحول، وما المقدار الواجب إخراجه منها؟ أولا، إذا كان المبلغ كثيرا يبلغ الآلاف أو الملايين لا حاجة إلى السؤال عن النصاب، يخرج منه ربع العشر. أما إذا كان المال قليلا فإنه يحتاج إلى معرفة النصاب، والنصاب 56 ريال بالفضة من النقد السعودي الفضي، أو ما يعادلها من الأوراق النقدية، يعني صرف 56 ريال من الأوراق هو النصاب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ: لدي مبلغ من المال وهو 10500 مدخر جمعته منذ سنوات، وأنا علي دين لأختي وقدره 20,000 ريال، فهل في هذا المبلغ الذي أدخره زكاة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فما مقدار الزكاة الواجبة في هذا المال إذا أخرجت الزكاة من المال؟ فهل يجوز أن أعطيه لأمي أو لأختي لأنهما فقيرتان؟ إذا كان هذا المال الذي تدخره من النقود ويبلغ النصاب تم عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة، وهي ربع العشر 2.5% عن كل سنة. ولو كنت تدخره لسداد الدين أو لحاجة تجب فيه الزكاة لتمام السنة وبلوغه الحول. الزكاة دين في ذمتك لله عز وجل، في أموالهم حق معلوم،
للسائل والمحروم، وتخرج ربع العشر عن كل سنة من هذا المال الذي جمعته، وإن كنت تريد به أن تدفعه عن سداد دينك. أما لو سددت به دينك قبل تمام الحول فليس فيه شيء، أو نقص عن النصاب قبل تمام الحول فليس فيه شيء أيضا. ولا يجوز أن تدفع زكاتك لأمك ولا لأبيك ولا لجدك وجدتك ولا لأولادك وإن نزلوا، لا يجوز دفع الزكاة لعمودي النسب. وأما دفعها للأخت إذا كانت فقيرة وليست عند زوج ينفق عليها فلا بأس بذلك. نعم. يختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بسؤاله الأخير، يقول: ما معنى حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا، وما صفة ذلك؟ الحديث واضح أن القرض القصد به الإرفاق وليس القصد به الاستثمار، وذلك بأن تقرض أخاك المحتاج مبلغا من المال انتفع به ثم يرد بدله، هذا هو القرض، وهو القرض الحسن الذي يقصد به الأجر ولا يقصد به الاستثمار. وأما الاستثمار فهو طلب النفع من المقترض، النفع إما بزيادة في القرض وإما بخدمة وإما بسكن بيت أو غير ذلك من المنافع. فإذا كنت تأخذ منفعة من المقترض بسبب القرض فإن هذا هو الزيادة التي تكون ربا، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، سواء كان هذا النفع ماليا أو كان منفعة من المنافع. نعم. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.